وزي ما انتم شايفين احنا بنتعامل بمنتهى الشفافيه في كل شيء، ولا نقبل ابدا ان يبقى في اي سلوك غير منضبط طبقا للمعايير اللي انتم بتعملوا بيها او بتطالبونا بيها واحنا بننفذها، او اشد. لان احنا يعني اتكلم معاكم مثلا في موضوع الطاقه الخضراء والمتجدده، وشوفوا حجم التحرك المصري كمعدلات طبقا للمعايير العالميه احنا فين. طب احنا مين احنا من اوائل الدول اللي عملت سندات خضراء ب 750 مليون دولار؟ مصر، لان احنا حريصين احنا نلحق بالركب التقدم اللي موجود في العالم. شغالين في كل المجالات زي ما قلت كده، مش اقتصاد بس، لا حتى الكلام اللي طرح من زمايلي على موضوع حياة كريمة اللي انتوا تسمعوا عنه كتير، احنا بنستهدف تغيير جذري لحياة 60 مليون انسان، اكتر من نص مصر، تغيير عميق في كافة المناحي. هو انا لما اعمل الكلام ده انا قلته يمكن في اثناء المداخلات اللي فاتت، لما اعمل لهم صرف صحي كامل واعمل محطات معالجة مية ثلاثية متطورة، وانتوا تقوموا بتمويل لبعض هذه المحطات، هو في النهاية المية اللي هيتم معالجتها معالجة ثلاثية متطورة هتبقى صديقة للبيئة ولا أكيد صديقة للبيئة. فحياة كريمة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي وبنتمنى ان احنا نخلصها خلال الثلاث سنوات القادمة، ده مشروع تنموي اجتماعي إنساني بكل المعايير من أجل تحسين حياة 60 مليون إنسان. أنا في الآخر عايز أقول لكم كل الشكر وكل التقدير والاحترام على مشاركتكم وعلى دعمكم لنا، وأنا عايز أقول لكم أن مصر دولة عريقة جدا عمرها آلاف السنين تستحق هذا الدعم. شكرا جزيلا.